يقول السائل: أعيش في بلد لا يوجد فيه علماء، فهل يمكنني أن أقرأ بعض الكتب التي ألفت بعبارة وبسهولة كتفسير والفقه؟ القراءة لا بأس تقرأ، ولكن لا تعتمد على فهمك، ولا تفتي، لا تفتي الناس وتعتمد على فهمك، لأن القراءة ما هي بعلم، إنما تستفيد فقط ولا تحصل بها علم وتفتي وتحلل وتحرم، هذا لا يجوز لك بمجرد القراءة. لا بد أن تأخذ العلم عن العلماء، وإذا لم تجد علماء لا مانع أنك تقرأ في الكتب النافعة لتستفيد فقط، لا لأجل أن تفتي أو أن تقول هذا حلال وهذا حرام وتقول على الله بغير علم، ما يجوز هذا. القراءة شيء، والفتوى والتحليل والتحريم شيء آخر، لا يعرفه إلا العلماء ومن تتلمذ عليهم. أما الاستفادة والتأثر فلا مانع أنك تقرأ في الكتب المفيدة وتستفيد منها.